القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. في شارع سيدي علي عزوز في زغوان بتونس لم يكن مرور وريدة ليتم دون أن يلفت الانتباه، فالسيدة وريدة، وريدة النابلي، وهي الآن في 45، تبدو مختلفة عن نساء البلدة. كانت ذات بنية جسمانية قوية وذات قامة عالية، ثم إنها تبدو امرأة مختلفة لأن هيئتها توحي بأنها رياضية، بل ويرجح من يتأمل قليلا بنيتها تلك أنها متخصصة في رفع الأثقال أو في رياضة من تلك الرياضات التي تتطلب القوة العضلية الكاملة. حين تمر من الشارع حيث تسكن منذ 5 أعوام، فإن الجالسين على رصيف المقاهي أو الواقفين في المحلات التجارية لا يقوون على التزام الصمت، فتسمعهم يرددون تعاليق يتمازج فيها الإعجاب والتعجب والسخرية. ولكن السيدة وريدة تواصل طريقها دون أن تعير اهتماما لما يتناهى إلى سمعها من أقوالهم أو ما تلحظه من نظراتهم. في شارع سيدي علي عزوز قلة هم الذين يعرفون أن وريدة النابلي من أبناء وبنات زغوان، الذين يعرفونها عن قرب ينادونها ببنت الحاج درويش والدها الذي كان يعمل في شركة توزيع الماء والكهرباء. لهم العذر الذين لا يعلمون، فقد اشتغلت وريدة على مدى 22 سنة في إدارة السجون، عملت حارسة في السجن المدني بالهوارب في القيروان. ولعل مهنتها تلك التي يفترض أن تكون مهنة كمهن أخرى ساهمت بحظ وفير في إلحاق إضافات بشخصيتها، وربما أيضا ببنيتها الجسمانية. الذين يعرفون أنها كانت حارسة في السجن يقيمون تلقائيا رابطا بين مهنتها والبسطة في الجسم التي لها. في النهاية لكل واحد أن يقول ما يريد ويرى ما يعده حقيقة، لا يهمها في شيء كل ذلك. لعل ما تأسف عليه وريدة صيغة التصغير هذه لا تتلائم تماما مع هيئتها وبنيتها الجسمية أنها لم تتزوج. تزداد أسفا أحيانا حين تلتقي نساء من جيلها ومعارفها ومعهن أبناؤهن وبناتهن. منذ أن عادت إلى زغوان بعد استفادتها من التقاعد المبكر تعيش وريدة وحيدة. كانت وحيدة أبويها اللذين توفيا قبل عقد أو أكثر من ذلك بقليل. من حين إلى آخر تذهب لزيارة أبناء خالة لها يسكنون في جادة الاستقلال. خلا ذلك فإنها تمضي أغلب أوقاتها في المطالعة ومشاهدة البرامج التلفزيونية، ولكنها تحرص على أن تبتدئ أيامها بتمارين رياضية قاسية أحياناً. وقد حرصت على اصطحاب بعض الآلات معها من تونس لما كانت تستعد للاستقرار في بلدتها زغوان. لم يعلم أحدنا الأسباب التي دفعت هذه المرأة إلى التخلي عن وظيفتها وطلب الإحالة على التقاعد المبكر. حتى الذين سألوها من المقربين إليها لم يتمكنوا من الحصول على جواب شاف منها، ثم مع مرور الوقت خفت وهج الفضول لديهم. هو قرارها ولا يعني أحدا أيا كان في شيء. في زغوان لا تحتاج وريدة إلى سيارة أو إلى ركوب سيارة أجرة أو حافلة. بالنسبة إليها هي التي أمضت سنوات في القيروان، فإن المدينة صغيرة ومن السهل التجول في أرجائها سيرا على الأقدام. في 4 مايو من العام 2005 توصلت وريدة ومنهم من كان يلقبها بالمرأة العملاق برسالة بالبريد المضمون. لما تسلمتها فورا انتبهت إلى أنها لا تحمل اسم أو عنوان أو ختم الجهة التي بعثت بالرسالة، ولم تكن تتوقع رسالة من أحد، ولا هي على علاقة حميمة مع أي كان. زملاؤها في السجن المدني بالهوارب انقطعت عنها أخبارهم أو كادت. دخلت غرفة تتخذها مكتبة وفتحت الرسالة. كانت مكتوبة بخط واضح سطر بمداد أزرق. ذكرتها أناقة الخط ونظافة الورقة بأيام الدراسية في الطور الابتدائي.
في أعلى الصفحة التي اقتطعت من دفتر تاريخ 22 من أبريل من العام 2005 الذي كتب الرسالة انطلق مباشرة بخطاب موجه إلى وريدة: أعلم أنك ستتساءلين عمن أكون، وأعلم أنك انقطعت عن عالمك يوم كنت سجانة في سجن الهوارب، وإذا كان زملاؤك وزميلاتك قد نسوك أو تناسوك فإنني لم أنساك ولن أنساك. ودت وريدة وقد انتابتها حيرة بها قدر غير قليل من التوتر والقلق لو أن صاحب الرسالة كشف هويته، همت بالانتقال مباشرة إلى نهاية الصفحة ولكنها لم تستطع، عليها أن تقرأ الرسالة كاملة ثم تترك لنفسها فسحة للتخمين. يستهل كاتب الرسالة الفقرة الموالية قائلا: هل تعلمين لما لن أنساك كما نسيك أصحابك القدامى؟ أعرف أنك لا تعلمين، ولكن حيرتك ستزول يوم أخبرك بمن أكون، ويوم أطلعك على الأمر الذي جعلني أكتب إليك هذه الرسالة بعد كل هذه السنوات التي انقضت. لقد قررت الكتابة إليك بعد أن تثبتت من محل سكناك، وأيقنت أن رسالتي هاته وتلك التي ستأتي لاحقا ستصلك. أحست المرأة بضيق لا قبل لها به، نهضت من مكانها وأسندت ظهرها العريض إلى الجدار وهي تمسك بتلك الرسالة، تتساءل من جديد عمن يكن الذي بعث بتلك الرسالة. ثم وهي تستحضر ما جاء في الفقرة الثانية منها انتابها القلق: الذي كتب الرسالة يعرفها ويعرف مقر سكناها. ما يقلقها أكثر أن تلك الرسالة لم تكن بصيغة التهديد الصريح، ولا هي رسالة ضمت عبارات الود، كانت جافة لا تترك منفذا للتخمين. ما لا تشك فيه أنها لم تعطي عنوانها في زغوان لأي من معارفها في القيروان. هي عادت إلى البلدة التي ولدت فيها وخطت على ترابها خطواتها الأولى، لأنها لم تكن ترغب سوى في قضاء حياة هادئة. أكملت الرسالة التي تنتهي في منتصف الصفحة الثانية: لم يكن بها توقيع. عادت إلى الظرف وحاولت أن تقرأ في الختم الخاص بمركز البريد الذي انطلقت منه الرسالة. بصعوبة أكيدة استطاعت أن تقرأ اسم مدينة جديدة. لم تكن تعني لها شيئا، لا تعلم أنها ارتبطت بعلاقة ما بشخص من جديدة، ولا تجد في ذكرياتها أحدا من عائلتها يسكن هناك. طوت الورقة وأعادتها إلى الظرف، وقد اقتنعت بأن الوصول إلى مرسلها صار ضرورة الآن. ستحاول أن تعرفه بعد أن تقرأ الرسالة مرات أخرى، وقد فعلت دون أن تهتدي إلى المرسل. منذ ذاك الرابع من مايو من العام 2005 صارت تمشي في الشارع متوجسة، تعي جيدا أن مرورها يثير الفضول والانتباه، وأن الذي يريد بها سوءا لن يجد صعوبة كبرى في العثور عليها. ثم مرت الأيام دون أن يحدث أي شيء، وقد خف قلقها ومالت إلى الإطمئنان بأن تلك الرسالة لم تكن سوى مزحة ثقيلة من شخص تعرف إليها. ولكن حبل اطمئنانها ذاك كان قصيرا، فقد توصلت برسالة أخرى. قبل أن تفتحها مضت بنظرها إلى ختم البريد، كانت كسابقتها مختومة في جديدة. استهلت الرسالة بالقول: الآن سأختصر لك المسافة، اعلمي أنني أنثى مثلك، ولعلك تجاهلت تلك الحقيقة في وقت مضى، واعلمي أنني أستطيع الوصول إليك في كل وقت أريده، وأنني قادرة على فعل ما قد لا يخطر لك ببال. الآن صارت الصورة أوضح لدى وريدة. إذا ما أخذت مأخذ الجد ما جاء في الرسالة الثانية، فإن التي كتبتها امرأة، وقد صارت ترجح أنها سجينة سابقة. تستحضر ذكرياتها البعيدة لما كانت تزاول وظيفة السجانة في سجن الهوارب، تحاول أن تتذكر سجينة واجهتها أو تعاملت معها بما تعده هي صرامة وتصفه السجينات بالقساوة. على مدى عدة أيام هيمنت عليها الحيرة، وقررت القيام بزيارة إلى سجن الهوارب علها تعثر على أثر مكتوب يتيح لها مقارنته بالخط الذي كتبت به الرسالة.
ركبت سيارة أجرة جماعية وأخذت جهة القيروان، بجانبها ركبت امرأة تضع على وجهها لثاما، لم تتبادل معها ولا مع غيرها الحديث، كان كل تفكيرها في السبل التي ستوصلها إلى من تهددها الآن. وقد استغربت أن تلك المرأة التي تضع على وجهها لثاما كانت هي الأخرى متوجهة إلى القيروان. لما وصلت في المحطة وسط زحمة المسافرين، اقتربت منها امرأة لم ترها من قبل ونادتها باسمها أريدة. التفتت وقد ظهر على محياها الخوف. نسيتني أليس كذلك؟ انتبهت إلى أن اللباس الذي ترتديه تلك المرأة هو نفسه الذي كانت ترتديه الملثمة التي سافرت معها. من أنت؟ أنا من كتبت لك الرسالتين، ألا تذكرين وجهي؟ أنا لا أعرفك، قالت بصوت مرتفع. اهدئي قليلا، لم تعود الآن سجانة كما كنت، أنا أعلم ذلك، أنت الآن ككل النساء. أنا ليلى، كنت أمضي عقوبة بالسجن 3 أعوام، حكم علي ظلما بتهمة السرقة. أنا التي كنت تمنعين عنها الزيارات، بل وحتى الحديث إلى السجينات الأخريات. لم أفهم موقفك، الآن أريد أن أفهم. حاولت أريد أن تمسك بها، ولكنها نبهتها إلى أنها ليست وحيدة. التفتت السجانة فرأت خلفها على بعد خطوات رجلا يراقبها بنظرات حادة. تركتها وأرادت أن تمضي إلى حال سبيلها، ولكنها هوت في بالوعة نزع غطاؤها. قبل أن تبلغ القاع استيقظت من كابوس لن تنساه. ينحدر قويدر، واسمه الكامل قويدر بن الهامل، من بلدة جنين مسكين. ظل حتى 15 أو 17 يساعد والده في النشاط الزراعي الذي كان يتعاطاه. لم تكن لديه مساحات شاسعة، ولكن الأراضي التي كان يتولى حرثها حين يكون الموسم جيدا توفر للأسرة المكونة من نحو 15 فردا ما تحتاج إليه من حبوب وبعض القطان. كانت لدى الهامل الأب 10 من الماعز. في كل الأحوال لم تكن تلك العائلة تعاني من فاقة، ولم تكن تشكو خصاصا كبيرا. لم يمنع كل ذلك قويدر من البحث عن وجهة مختلفة. كان والده وقد بلغ 15 ومن أفراد أسرته من كان يحصي له 17 عاما يهم بتزويجه كما فعل مع شقيقيه من قبله، واختار له بنت عمته ولكنه رفض. وإذا كان لم يجرؤ على إبلاغ والده رفضه ذاك، فإنه قال لوالدته إنه لا يرغب في الزواج. لم يقل إنه يرفض الزواج من ابنة عمته نورة التي كانت تصغره بعامين. بعدها غادر قويدر إلى سيدي بالعباس. بالنسبة لوالده الهامل فإن تزويج قويدر لم يلغى، ولكنه صار في حكم المؤجل. كذلك اتفق مع أبي نورة صهره. في تلك السنة لم يكن المحصول جيدا، ولذلك تقبل الهامل تمرد ولده، ولم يثر زوبعة من تلك الزوابع التي كان يثيرها كلما عارض أحد من أفراد عائلته قرارا اتخذه أو رأيا أبداه. نحن في أواسط 60ات القرن الماضي. الجزائر نالت استقلالها قبل 2 عامين. الناس يعيشون على إيقاع الافتخار بما أنجزته الثورة، ومنهم من لا يكف عن التباهي بما قام به لإنهاء الاستعمار الفرنسي. استقر قويدر في حي الحفرة بعد أن تمكن من الحصول على عمل في البلدية، حيث تم إلحاقه بقسم الحدائق العمومية. وقد فوجئ ذات مساء بوصول والده. كانت نظرته بعد أن فتح الباب ووجده أمامه تشي باستغراب. قبل يده ورأسه وأفسح له الطريق. دخل الشيخ وفي يده عصاه التي يتوكأ عليها. جلس على أحد كرسيين حول طاولة صغيرة. أمسك بطرف شنبه الكثيف ورفع حاجبه الأيسر وهو ينظر إلى ولده. يعلم قويدر أن والده يأتي بتلك الحركات كلما هم بالإعلان عن قرار لن يقبل أن يعارضه أي من أفراد الأسرة. تنحنح وقال له بلا تقديم ولا تمهيد: أراك تتعجب من حضوري إليك، كنت تظن أن لا أحد سيعرف عنوانك.
لم يرد قويدر أحنى رأسه وأنصت، كان في حالة ترقب شديد. قال له: اسمعني جيدا، أنا ما جئت إليك إلا لأذكرك بأنني لن أخلف وعدي لزوجي عمتك، وسأذهب رسميا في الأسبوع المقبل لأخطب لك نورة بنت عمتك، ولذلك فإنني أبلغك بأن عليك أن تتصرف بما يتيح لك الحضور إلى جني مسكين في بداية الأسبوع، ثم قل لي هل استطعت توفير بعض المال؟ سنحتاج إليه لإتمام الزفاف. لم يمكث الهامل مطولا عند ابنه في الحفرة، قال له إنه سيمضي الليل عند صديق قديم وسيعود إلى البلدة في الصباح. تلك ذكرى بعيدة الآن. تزوج قويدر ابنة عمته نورة كما قرر والده وفي الموعد الذي اختاره. في الحقيقة لم يكن الموضوع ليطرح له مشكلا كبيرا، فعلى مدى السنتين اللتين أمضاهما في سيدي بلعباس لم يقم أي علاقة ولم يتعرف إلى أي فتاة. ظل والده الهامل بكل صرامته يلازمه، وصار شيئا فشيئا يشبهه. في سنوات عشر أنجب قويدر من ابنة عمته نورة 7 أطفال، منهم 4 بنات. كان الحمل ثقيلا على نورة، الاعتناء بالبيت وبالأطفال يكلفها نهارها وجزءا غير يسير من الليل، بينما كان قويدر يعيش كما كان يعيش أبوه، يعود من العمل مساء ويشترط أن تحترم طقوسه في الحياة كاملة. بين بناته كانت ليلى وهي البنت الثانية تعاني من حول وضعف في النظر، ولم يكلف قويدر نفسه عناء عرضها على طبيب متخصص، واكتفى ذات يوم بالقول إن أطفالا كثيرين يولدون بتلك العاهة وإن ذاك هو قدرها. كانت طفلة تلعب في المنزل مع أشقائها وشقيقاتها. ثم حدث تطور كبير في الأسرة، فقد بلغ الابن البكر سن التمدرس، ولم يكن لقويدر من مهرب، عليه أن يسجله في المدرسة، وكذلك فعل. يعلم الآن أن الدخول المدرسي والعطل ستصير مواعيد جديدة تفرض نفسها على أسرته، هو الذي جاء من جني مسكين التي كانت نائية ولم تعد كذلك، ومن زمن لم يكن فيه للمدرسة حضور يذكر في بيوت القرويين. كانت ليلى تنتظر أن يتم تسجيلها في المدرسة كما سجل من قبلها شقيقاها أحمد ورشيد، ثم شقيقتها فريدة التي تكبرها بعام. حل الدخول المدرسي وظلت تنتظر، ثم رأت الصغار يحملون محافظهم ويذهبون إلى المدرسة، وتناوبت أمها وأبوها على إعادة عبارات التسويف. كان قويدر قد حسم الأمر مقدما، البنت تعاني من ضعف في البصر ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلحاقها بالمدرسة. لم تخالفه زوجته نور الرأي، فقد نشأت في بيئة تعتبر مخالفة رأي رب البيت عصيانا. في الدخول المدرسي الذي تلا تم تسجيل شقيقتها الصغرى ثم الأخ الأصغر عاما بعد ذلك. ما كان يحز في نفس الفتاة أن والدتها صارت تحملها مسؤولية الاعتناء بأمور إخوتها وبشؤون البيت، وبينما كان أشقاؤها وشقيقاتها يعكفون على مراجعة دروسهم أو إعداد تمارين، كانت تكتشف كل يوم أنها صارت كخادمة. حاولت أن تقنع أبويها بطريقتها الخاصة أنها قادرة على التعلم، فكانت كثيرا ما تردد وهي تقوم بأعمال البيت تلك الأناشيد التي يأتي بها إخوتها من المدرسة، كانت ترددها بحماسة في أحايين كثيرة. في أحسن الأحوال كانت أمها تقابل كل ذلك بابتسامة، وذات مرة خرقت جدار الصمت وسألت أمها: لماذا لم تدخلوني المدرسة كإخوتي؟ هي الآن في 12، فاتها قطار المدرسة. همت نورة بتكرار كلام قالته مرات من قبل ثم تراجعت. كانت ليلى تمسك بمكنسة وهي تنظر إلى وجه أمها، قالت لها: ليس من الضروري أن يذهب جميع الأطفال إلى المدرسة، ينبغي أن يبقى أحد منهم من البنات تحديدا للمساعدة في أشغال البيت. وأصلت الفتاة النظر إلى وجه أمها لحظات أخرى، لم تعقب وحركت المكنسة
مكملة ما كانت تقوم به قبل أن تسأل سؤالها ذاك. لن تجرؤ الأم على نقل ما قالته ليلى إلى قويدر، الذي إن فعلت فسيعده من باب التمرد والعصيان. لم تكن ليلى تخرج من البيت إلا نادرا حين ترافق أمها في زيارة إلى إحدى الجارات. تذكر أنها ذهبت برفقة والديها مرتين إلى جني مسكين، إحداها لحضور جنازة جدها الهامل. من سطح المنزل حين تصعد لتنشر الغسيل كانت تحاول أن تستكشف محيط منزل العائلة. ضوء الشمس يزعجها، بعينيها الناعستين تنظر إلى سطح الجيران ثم ترتد حين تباغتها إحدى الجارات. كبر إخوتها، هي الآن في 26. تزوج شقيقها الأكبر واتخذ له من إحدى غرف الطابق الأرضي سكنا. لم تكن بين الوافدة على منزل عائلة قويدر بن الهامل وليلى علاقة ود. سمعتها مرة تقول لزوجها شقيقها أحمد إنها لن تستطيع تحمل تلك العمشاء لمدة طويلة، وإن عليه أن يجد حلا. لم تكن ليلى تعلم سببا لتلك العدوانية من زوجة أخيها، لم تكن تعرفها من قبل ولا هي تتدخل في حياتها الخاصة. لم تكن المرة الأولى التي تسمع فيها بمثل تلك النعوت. حينما كانت صغيرة كثيرا ما وصفها أشقاؤها بالعمياء، لم يعد أي منهم يجرؤ الآن على ذلك، فقد كبروا ووعوا بأنها كانت ضحية سعادتهم جميعا. انتصف العمر بقويدر والدها، ولكنه يرفض الاستسلام. يعتني الرجل بشنبه كما كان يفعل أبوه الهامل، ويصر على أن لا يعلو صوت على صوته. أحست ليلى بغبن يلازمها منذ الصبا، وظنت وهي تسمع زوجة شقيقها تنعتها بالعمشاء بلا سبب تعلمه أن ما هو آت سيكون أقسى وأكثر إيلاما. لزمت غرفتها وقاطعت المائدة أوقاتا عدة ولأسباب كانت تختلقها، ثم ذات صباح قررت أن تغادر البيت. تسللت ولما يفق من في الدار، في أزقة حي الحفرة قليلون هم المارة في تلك الساعة. مرت بعديد من الأزقة، بعد ساعة وجدت نفسها قرب المقبرة. لم تكن قد زارتها من قبل، ولكنها رأت القبور من وراء سياج أشجار التنوب. ظلت واقفة تتأمل القبور، لا تدري كم مر من الوقت وهي هناك. قالت وهي تحدث نفسها: هؤلاء الراقدون هنا ارتاحوا، تغبط الأموات على موتهم. ثم تسللت إلى داخل المقبرة، مشت بين القبور، ثم جلست إلى شاهد أحدها. في منزل قويدر بن الهامل كانت الأم نورة أول من استيقظ. مرت بغرفة ليلى، طرقت الباب ثم واصلت إلى الحمام. من غرفة نومها جاء سعال قويدر، كان ذلك من علامات استيقاظه. عليها أن تعجل بتحضير الفطور. لاحظت أن ليلى لم تستيقظ بعد، مضت إلى باب غرفتها، طرقتها من جديد، ولما لم يأتها جواب فتحت الباب وهي تنادي: ليلى ليلى. ثم انتبهت إلى أن لا أحد في الفراش. صعدت الدرجات المفضية إلى السطح، فقد تكون الشابة مضت إلى هناك. كان الباب مقفلا كما تركته مساء. بحثت عنها في كل أرجاء البيت دون أن تعثر لها على أثر. كان قويدر قد نهض من فراشه، لما عادت وجدته في المطبخ على وجهها شحوب. فجأه ذلك فبادر بسؤالها عما حدث. قالت: ليلى ليلى غير موجودة في البيت. لم تنتظر منه سؤالا آخر. لقد بحثت عنها في كل الغرف، بل إنني سألت عنها أحمد وأكد أنه لم يرها. لزم قويدر الصمت. أدركت نورا أن زوجها يريد أن يتناول فطوره أولا، هي طقوسه التي لم يفرط فيها أبدا. وضعت على المائدة كل ما أعدته من حلويات وفطائر. تناول فطوره كما تعود على ذلك، بينما تظاهرت المرأة بأنها منشغلة بأمور المطبخ. تجشأ وهو يقف، قال إنه ذاهب ليبحث عنها. سمعته وهو ينزل السلم يقول إنه إن عثر عليها سيجعلها تدفع الثمن. في المقبرة لما أعياها الجلوس استرسلت على ذلك القبر. كان حارس المقبرة يراقب من بعيد،
وقد حسبها جاءت للترحم على قريب أو حبيب. لما رآها تتمدد على القبر خالها مجنونة، تريث قليلا ثم قرر أن يذهب ليرى ما وراء ذلك التصرف. في تلك الأثناء كان قويدر قد مر بكل أزقة وشوارع حي الحفرة، ولما يأس من العثور عليها عرج على مركز الشرطة وأبلغ عن غيابها مقدما بعض صفاتها. لم يحس قويدر قط بمثل ذلك الشعور الذي اكتسحه فجأة وهو يغادر مخفر الشرطة، ولعلها المرة الأولى التي أحس فيها بغياب ليلى. كان وهو يمشي متثاقلا إلى منزله يستحضر كل ما قاسته ابنته تلك. لعله أدرك متأخرا أنه لم ينصفها يوما. يومها قرر أن يعمل على تعويضها عما فات. لم يكن يعلم وقتها أن حارس المقبرة لما وصل إلى حيث تمددت وجدها جثة هامدة. سيعلم قويدر في اليوم التالي أن ابنته ماتت. قال الطبيب الشرعي في تقريره إن سكتة قلبية باغتتها هناك في المقبرة. حين تسمع وقع خطى في مدخل المنزل تنهض لوث من مقعدها بعد أن تضع كرة خيط الصوف على الطاولة التي تتوسط مدخل شقتها. تتقدم إلى الباب الخشبي ذي اللون الداكن، تلصق عينها اليسرى على الثقب الذي بالباب فيظهر لها الممر. في الغالب الأعم يكون قد انصرف الذي سمعت وقع خطاه. في أوقات غير الساعات المتأخرة من المساء تفتح الباب وتطل مستكشفة من دخل إلى العمارة. هي الآن في السنوات الأخيرة من العقد السابع من عمرها. من تلك السنوات قضت نحو من 35 رفقة زوجها ميغيل الذي توفي قبل 10 أعوام. السكن المخصص للبواب في الطابق الأسفل من عمارة في شارع أليكانتي ببالنسية شاهد على ذكريات كثيرة للوث وميغيل. الطوابق الستة لتلك العمارة التي بنيت في أواسط 50ات القرن الماضي تأوي عائلات تعرفها لوث كما كان يعرفها زوجها فردا فردا. منهم من رحلوا وآخرون خلفهم أبناء أو بنات لهم. حين تصادف لوث أحدا من السكان القدامى حين تطل من ثقب باب سكنها فإنها تبادر إلى فتح الباب وتصيح مرحبة وكأنها تستقبل قريبا عزيزا. يحدث ذلك خاصة حين تصادف امرأة. بعد أن تتخطيان عبارات الترحيب والسؤال عن الأبناء والعائلة ويتم ذلك بصوت مرتفع تقترب الواحدة من الأخرى. عادة تقف لوث في باب سكنها وتقترب التي استوقفت، ثم يبدأ حديث هامس حينا ووسوسة حينا آخر. يتحدثون عن كل شيء، عن أسرار، عن قضايا، وكلما دخل واحد من السكان ارتفعت الأصوات بالتحية. أولا يمضي الذي دخل تسمع خطواته وهو يرتقي السلم، وأحيانا حين يكون في الطابق الأول أو الثاني يسمع سعال ويتوقف صوت الخطى. لا تكترث لوث ولا التي معها إلى ذلك. كانت كارمن التي تسكن الطابق الرابع أكثر نساء تلك العمارة قربا من لوث، امرأة لم تتزوج قط وتسكن العمارة منذ ما يزيد على 25 عاما. رغم سنوات عمرها 60 تحتفظ المرأة التي تعمل في مصلحة البريد برشاقة تجعل الناظر إليها يحسبها ذات 30 ربيعا لا أكثر. ذات مساء طرقت باب لوث. كانت المرأة منهمكة في إعداد العشاء. كان على كارمن أن تنتظر عدة دقائق. لم تلصق لوث عينها بثقب الباب كما تفعل عادة. هي تعلم أن الذين يطرقون بابها من الذين تعدهم مقربين أو من السكان الذين يحتاجون إلى معلومة أو خدمة، ولكن ذلك لا يحدث في الساعات المتأخرة من المساء. ثم انفتح الباب الخشبي. صاحت لوث مرحبة وقبلتها 3 على كل وجنة ودعتها إلى الدخول. مضت كارمن إلى أحد مقعدين يؤثثان مدخل ذاك السكن. استمهلتها لوث بإشارة من كفها وتظاهرت بإسراع الخطو إلى المطبخ. لم تتأخر هناك وجاءت تحمل في يدها كأسين
وزجاجة عصير. جلست في الكرسي المقابل وملأت الكأسين. تعلم المرأة أن الذي جعل كارميل تطرق بابها في تلك الساعة من المساء ذو أهمية. كثيرا ما جاءت إليها لتفضي بما تجده من علاقاتها الغرامية التي توالت على مدى السنين. بعض منها لم يدم لأكثر من أشهر أو أسابيع، ولكن المرأة الرشيقة تحتفظ في سجلات قلبها بعلاقات لن تنساها. خمنت لوس أنها جاءت لتحكي لها عن نهاية علاقة وبداية أخرى. لم تكن السبعينية تخفي استمتاعها بما تقصه عليها كارمن من مغامراتها العاطفية تلك، بل إنها تذكر أبطال كل واحدة من تلك المغامرات، تذكر أسماءهم وصفاتهم وما كان يجعل كارمن ترتبط بهم. كانت كارمن تقص عليها تفاصيل التفاصيل، وقد جعلتها مستودعا لأسرارها. تطلعت لوس إلى وجه كارمن وهي تقدم لها كأس العصير. تعرفها جيدا، لم يكن في محياها ما يوحي بأنها علاقة جديدة. يبدو أنها جاءت لتحدثها في شأن آخر. رشفت من كأسها رشفة لطيفة، وضعت الكأس على الطاولة الصغيرة ونظرت إلى وجه لوس. من وراء زجاج نظارتيها تشي عيناها بأنها مترقبة لما ستفضي به كارمن. هل رأيته؟ بدت لوس وقد فاجأها السؤال في نبرة صوتها بعض من توتر. من؟ ردت السبعينية. ذاك الذي يأوي كل ليل إلى تلك الغرفة فوق السطح. لا، في المرة الأخيرة التي صعدت إلى هناك كانت الغرفة مغلقة. هل هناك من صار يحتلها؟ صمتت كارمن وهي تحدق في وجه لوس. عادت لوس لتؤكد أنها لم ترى أحدا، ثم نطقت كارمن وعيناها لا تغادران وجه لوس. قبل يومين صعدت إلى السطح، فاجأني بوجوده. في البدء أخافني، ولكنني تماسكت ونظرت في عينيه. ما كان يظهر منهما من وراء خصلات شعره التي تخطت حدود جبينه. قد يكون خافني، قالتها وأطلقت ضحكة من ضحكاتها تلك التي تعرفها لوس جيدا. من في مثل جمالك لا يخيف؟ ألقت لوس بتلك الكلمات وأتبعتها بابتسامة كشفت كامل طقم أسنانها العجي. تعلم جيدا أن مثل تلك الكلمات تروق كثيرا لكارمن. عادت موظفة البريد إلى حكايتها مع ذلك الشاب الذي احتل إحدى غرفتين مخصصتين للغسيل في سطح العمارة. بعد ذلك صباح اليوم وأنا أغادر إلى العمل رأيته في مدخل شارع أليكانتي. رآني فابتسم ثم أقبل نحوي. خفت، نعم خفته هذه المرة، فأسرعت إلى شارع الكاردينال بن لوش. أدركني هناك، ولما صار بمحاذاتي قال لي: لا تخافي سيدتي، في صوته ما يجعلك تنجذبين إليه. أو انجذبت إليه؟ سألت لوس وضحكت من جديد حتى ظهر كامل طقم أسنانها. نعم انجذبت إليه، قالت كارمن وهي تتكلف نبرة فتاة تستكشف للمرة الأولى عالم الرجال، ثم أضافت أنها ضربت له موعدا في منتصف النهار ومضت إلى لقائه في حانة لا تبعد كثيرا عن إدارة البريد. وماذا حدث؟ عادت لوس لتسأل. علمت منه أنه من باداخوس وأنه تابع دراسة في العلوم الزراعية. قال لي إنه أحبني من نظرة أولى. انفجرت السبعينية لوس ضاحكة ثم قالت لها: اسمعيني، حكايتك الجديدة تشبه سابقاتها. هو غرامك الجديد ليس كذلك؟ وسيباستيان ذاك الذي كان يتخذك معبودته، ماذا فعلت به؟ أخبرتها بأنهما افترقا منذ بضعة أسابيع، ثم عادت إلى قصة ذاك الشاب الذي قال لها إن اسمه باتيستا. وماذا يفعل هناك في بيت الغسيل فوق السطح؟ ردت كارمن بأنها علمت منه وقد سألته عن ذلك أنه لن يمكث هناك مطولا وسيرحل. ودون أن تسألها لوس أفضت الستينية المدللة بأنها سترى ما إذا كانت ستؤويه، وأنها في الانتظار ستظل تلتقيه خارج العمارة. اكتفت لوس بتنبيهها إلى أنها من موقع مسؤوليتها
كحارسة للعمارة لن تسقط طويلا، وسيكون عليها الإبلاغ عن احتلاله لتلك الغرفة. لم تعقب كارمن، رشفت من كأسها مرة أخيرة وضعته على الطاولة وقامت مودعة. عادت لوسي لمقعدها بعد أن أقفلت الباب. حكاية ذلك الشاب الذي يشغل الغرفة هناك فوق السطح تقلقها. انتظرت نحو ربع ساعة وخرجت من سكنها تريد إلى السطح. كانت تأخذ قسطا من الراحة كلما بلغت طبقة من الطبقات، ولما وصلت قصدت إلى الغرفتين. فتحت الأولى، لم يكن بها شيء، ثم انتقلت إلى الباب المجاور، لم ينفتح بسهولة. عالجت القفل بعض الوقت ثم انفتح. في ركن من الغرفة ما ظنته متاعا لذلك الشاب، بجواره قيثارة، لم يكن هناك. أقفلت الباب وعادت أدراجها. في الطابق الرابع توقفت عند باب كارمن تسترق السمع. لم ترصد شيئا وحسبتها نامت. قبل أن تصل إلى الطابق الثالث صادفت في طريقها شابا بادرها بالتحية وواصل صعود السلم. لم ترد لوسا تسأله. في تلك الليلة أصابها الأرق، يحدث لها ذلك في بعض الأحيان. قبيل الفجر سمعت وقع خطى. مضت إلى الباب وألصقت عينها بالثقب. مدخل العمارة مضاء، لم ترى أحدا، وسمعت وقع خطى الذي خرج يبتعد. فتحت الباب وخرجت إلى مدخل العمارة، رأته يمضي إلى جهة شارع إيبانيث. تساءلت عما دفعه إلى الخروج من مخبأه. عادت إلى سكنها، حاولت أن تعود إلى فراشها، ولكن صورة ذلك الشاب وهو يغادر العمارة في تلك الساعة أقلقتها. ثم نشأ في نفسها شك ممزوج بالخوف على كارمن. قررت أن تذهب للإطمئنان عليها. صعدت السلاليم الأربعة، وما أن وقفت ببابها حتى انتبهت إلى أنه غير مقفل. قرعت الجرس مرتين، ولما لم يأتها جواب اندفعت إلى الداخل وهي تناديها. لم يأتها جواب. ثم اكتشفتها ملقاة على ظهرها في ثياب النوم. بدت لها فاقدة الوعي. حركتها عدة مرات ثم مضت إلى هاتفها واتصلت بشرطة النجدة. الطبيب الذي رافق سيارة الإسعاف استنتج سريعا أن المرأة ما زالت على قيد الحياة وأنها فاقدة الوعي. حملت إلى المستشفى. اكتشف المحققون أن أحدا ما هاجمها، ورجحوا أن تكون هي من فتح الباب. استمع إلى لوس التي تحدثت عن ذلك الشاب الذي انجذبت إليه كارمن. بصماته مكنت من تحديد هويته سريعا. وبينما كانت كارمن تستعيد وعيها، كانت الشرطة تمسك بذاك الذي قال لكارمن إن اسمه باتيستا. كان ذا سوابق وقد اعترف أنه حاول قتلها بأن دس لها مخدرا في كأس من الشراب. اعترف أيضا أنه فعل ذلك لحساب سيباستيان عشيقها الأخير الذي تركته قبل أسابيع. لما أمسك به هو الذي كان يجعلها معبودته، أقر بأنه لم يتحمل أن تمضي إلى حضن آخر غيره. لدى مولود مواغني المتقاعد من الجيش الوطني قناعة راسخة بأن من مسؤولياته أن يتدخل كلما رأى ما يمكن اعتباره إخلالا بالأمن أو تهديدا للممتلكات العامة. الخوف الذي كان يزرعه في النفوس حين يزمجر صوته في وجه من يضبط في حالة تلبس بسرقة أو بمحاولة سرقة لم يعد له مكان. قد يكون تعذر عليه التسليم بأن نشأ جديدا بلغ سن النضج، وأن المجتمع الجزائري قد تغير بشكل كبير ما بين الاستقلال في العام 62-900 والعام 8-2000. يصعب على الشيخ التسليم بذلك، وقد يكون ذاك ما يسبب له الكثير من الصدام مع سكان الحي. في زمن مضى منذ عقودنا الآن، كان حين يقف في باب سكنه القريب من مسجد بدر في المدية ويطلق العنان لصوته الجهوري، كان كثير ممن يحسبون أنفسهم أسياد الشارع يكتمون أنفاسهم ويتوارون خوفا منه. الجميع يعرفون أن مولود مواغني
صار بعد تقاعده من الجيش مخبرا للشرطة. قد يكون هو نفسه من أشاع في الناس تلك المعلومة، ولأنه كان لا يتحدث إلا جيرانه إلا لماما، فقد اكتملت لديهم الصورة. الكبار من مجايليه خاصة يعدونه من عيون الدولة في الحي. يذكر عبد المالك الذي يبلغ من العمر الآن 45 عاما المرة الأخيرة التي سمع فيها مولود يزمجر بصوته. كان الوقت ما بعد الظهر، وكان الزقاق خاليا من كل ذي نفس، وهو يمر بجوار منزل مولود مواغني. فعل ما كان يفعله الأطفال الذين في مثل سنه، طرق الباب وركض، ثم لما ابتعد بمسافة حسبها كافية عاد يمشي مشيته العادية وكأنه لم يفعل شيئا. سريعا خرج مولود وسمعه يشتم بعبارات فيها من الفرنسية والعربية من تلك الكلمات التي تعبر عن الغضب. يحكي عبد المالك وهو يضحك أن آخر ما سمعه يقوله: إنني أعرفك وسترى. توقف الطفل ذو 12 سنة والتفت. كان مولود يفعل ما دأب على فعله، يدون شيئا ما في كناش صغير لا يفارقه. لاحقا أيقن عبد المالك أنه لم يكن يمضي بوعيده أبعد من التهديد، فقد مرت عدة أيام دون أن تتوصل عائلته باستدعاء إلى مركز الشرطة أو بشيء من ذاك القبيل. أشياء كثيرة تغيرت. لم يعد أحد يعرف مولود مواغني الجندي الذي كان. الذين يذكرونه من بين سكان الحي الذين جاوروه منذ عقود لا يحتفظون عنه إلا بصورة الرجل الذي كان بمقدوره أن يسبب المتاعب لكثيرين ممن كانوا يخالفونه الرأي. في زمن الوشايات الكاذبة ذاك، كثيرون هم الذين يظنون عن حق أو عن ظن ليس إلا أن ما نالهم من متاعب كان بسبب مولود، وكانوا يلقبونه بالفزاعة. لم يتزوج مولود وظل يعيش وحيدا. في تلك المرحلة البعيدة من سن عمره 70 كان يأتي إلى سكنه زوار يعدهم البعض أصدقاءه، ويقول آخرون إنهم من رجال المخابرات كانوا يأتون إليه ليتسلموا تقاريره عما يجري في الحي. ولعله كان يتخذ من زيارات أولئك الأشخاص الذين لا يعرفهم أحد من سكان الحي ما يثبت لدى العموم صورته كعين للسلطة. حتى ما قبل العام 88 900 لم يكن أحد يجرؤ على مجادلته، ومن يفعل فإنه يعلم أنه سيواجه متاعب. الآن وهو يمر في الشارع لا يعيره أحد اهتماما، ولم يعد هو يجرؤ على الدخول إلى مقهى يعلم أن من بين رواده من اصطدم بهم في زمن مضى. يمشي مولود مواغني الذي تقوس ظهره متوكئا على عصا من خشب مبرنق له لمعان حين تنعكس عليه أشعة الشمس. يتقدم بخطى بطيئة، قد يكون يعاني من سقم ما. ينتهي إلى كشك يبيع الصحف، يشتري منه واحدة أو اثنتين، يتصفحها وهو واقف قرب الكشك، ثم يطويها ويتأبطها. هو تقليد لديه. الذين يرصدون تحركاته تلك استوقفهم ليس دون إثارة استغرابهم أن الرجل ومنذ فترة الآن صار يمضي في جولته اليومية تلك حتى سور مقبرة مر شاكر. يمكث هناك لما لا يقل عن نصف ساعة ينظر إلى القبور الظاهر منها وتلك التي يدل عليها ما بقي ظاهرا من شواهدها، ثم يعود أدراجه. وقد ذهب بعض ممن أثارهم هذا الطقس الجديد من طقوس الحياة المتأخرة لمولود إلى أنه قد يكون يخفي سرا مما مضى من حياته. لم يكن يدخل المقبرة، يظل واقفا يطل من بعيد. وقد انتبه أحدهم، قال إنه رآه هناك صدفة أكثر من مرة، إلى أنه يركز على جهة محددة من المقبرة. قال الرجل لأصدقاء له التقاهم في المقهى إن الموضوع يثير الفضول. هم 8 أصدقاء من أبناء المدية يتفقون على أن مولود كان ولا يزال كائنا غامضا، وأن غموضه ازداد منذ أن لم يعد يزوره أحد، ومنذ أن لم يعد يكترث أحد ليس لما قد يقوم به وإنما لوجوده نفسه. لا يتردد الكثير منهم في القول إنه لا يساوي شيئا. من بين أولئك 8 كان مبروك أحمد الذي يعمل ممرضا
من بين الذين آلمتهم لدغات مولود الفزاعة، فقد أمضى بضعة أشهر في السجن وهو لم يتجاوز 16 بسبب تهمة لفقها له. ولذلك بدا الأكثر اهتماما بما قاله صديقه حول وقوف مولود مواغني العجوز عند حائط المقبرة ونظره الذي يطول أحيانا إلى جهة محددة منها. لا يخامر مبروك أدنى شك في أن وراء تردد مولود على المقبرة سرا ما. لن يقدر أحد أن ينزع من ذهنه أن الرجل يخفي في ذاكرته ولكن أيضا في الأماكن التي يتردد عليها أسرارا كثيرة. قال لأصدقائه وقد بدا وقد أقنعهم بأن حالات اختفاء كثيرة رصدت خلال تلك السنوات الخالية فضلا عن وفيات غامضة كثيرة. اتفق الأصدقاء الثمانية على رصد تحركات الفزاعة، يعدون ما سيقومون به من باب التسلية. في مرحلة أولى سيتناوبون على مراقبة مولود مواغني أثناء جولته شبه اليومية. لم يكن يهمهم شراؤه الجرائد من الكشك نفسه بقدر ما كان يثير فضولهم وقوفه في المكان نفسه من جدار المقبرة ونظره الذي يطول إلى جهة منها. مرة وكان الدور على عبد الملك في مراقبته، قرر الدخول إلى المقبرة والتجول بين القبور التي افترض أن صاحبهم يولي وجهه إليها. أمضى وقتا غير قليل وهو يقرأ الأسماء التي كتبت على شواهد قبور عديدة، كان منها أسماء أشخاص عرفهم وآخرين يحملون أسماء عائلات معروفة في المدية، وعاد من جولته تلك دون أن يظفر بشيء. مساء ذلك اليوم قال لأصحابه إنهم لن يتوصلوا إلى أي شيء ولو ظلوا يراقبونه مدة طويلة. كان الرأي أن يبحثوا عن شخص تعامل مع مولود لما كان في أوج قوته. لم يبق منهم إلا قلة، بل إن عددا ممن تعاملوا معه في تلك الفترة فضلوا التنكر لعلاقتهم السابقة معه، وكان ذلك مما خلق حول مولود مواغني طوق العزلة المضروب من حوله. ولكن رجلا كان يعمل تاجرا قرر الحديث عن ماضي مولود. تخلى العم عباس عن التجارة منذ عدة أعوام وباع دكانه، يعتبره كثيرون مستودع أسرار أناس عديدين. لم يكن عبد الملك ولا مبروك ولا أصدقاؤهم غرباء على العم عباس الذي تعامل معهم ومن قبلهم مع آبائهم، ولم يستغرب الرجل أن يسأل على ماضي مولود إذ كان يعلم أنه كان يثير الخوف والريبة في نفوس كثيرة من الحي. لم يكن يهم الثمانية الذين استضافوا العم عباس في المقهى الذي يرتادونه أن يحدثهم عن علاقته التي كان يزعمها بالمصالح الأمنية. ما كان يهمهم أن يعرفوا بعضا من خبايا حياته الشخصية. وكذلك علموا أن الرجل وقع في حب امرأة من الحي كانت متزوجة من رجل يعمل سائق شاحنة. كان عمله ذاك يفرض عليه الغياب عن منزله لأيام، ولعل ذلك ما جعل مولود يحاول استمالتها. ولما استعصى عليه ذلك لفق لزوجها تهمة زجت به في السجن سنوات عدة، ثم اختفت المرأة ولم يجد نفعا الإبلاغ عن اختفائها، ونسجت حكايات كثيرة حولها. ما علمه الثمانية من العم عباس أن اسمها يمينة لم يضف إليه أي شيء إلا أن قال إنه يظن أنها ماتت أو جنت وهامت على وجهها. قال لهم إنها كانت امرأة ذات حسن لا تخطئه عين مبصرة. ظن مبروك أن تردد مولود مواغني على المقبرة قد يكون دافعه علاقته المشبوهة تلك مع يمينة، وقد اتفقوا على محاولة البحث عن قبر يحمل هذا الاسم. ذهبوا جميعهم صباح جمعة حتى لا يثير الانتباه. يومها أيضا رأوه في المكان نفسه ينظر إلى الوجهة نفسها. لم تفض جولتهم في المقبرة إلى أي قبر يحمل اسم يمينة، ولكن قبرا لا يحمل اسما لفت انتباههم. على شاهده قطعة من رخام به رسم أزهار صفراء وحمراء. تذكر عبد الملك أن مثل ذلك الرخام يوجد على باب مولود. تطوع أحدهم لسؤال المسؤول عن المقبرة عما إذا كان في السجلات اسم نزيل أو نزيلة ذلك القبر، وقد لمسوا منه ترددا، بل إنهم لاحظوا أن لونه امتقع. كان في ذلك ما أجج أكثر شكوكهم، وقد اتفقوا على رفع دعوى قضائية ضد مولود مواغني. في الغد جاء إلى المقهى من أخبرهم
بأن مولود الفزاعة وجد مقتولا قرب حائط المقبرة، شخص ما طعنه بمدية ظلت مغروسة في ظهره. لن يعلم عبد المالك ولا مبروك ولا أصدقاؤهم شيئا عن حقيقة قصة يمينة.